قصص حب لايفات التيك توك يعني للأسف مش دائما بتنجح. احنا شفنا كتير أدلة، شفنا كتير ناس، ما بدي أحكي أسامي، بس في كتير ناس ما بتزبط معاهم وبالآخر بتركوا. في اتنين شفتهم هاي الفترة كتير قاعدين بيطلعوا لي، اللي هم وائل ونورس. وائل ونورس هدول برتبطوا مع بعض وبعدين بتركوا، بعدين برجعوا برتبطوا مع بعض بعدين بتركوا. من جديد شفت لهم دراما جديدة، طبعا كل الدرامات يلي موجودة بحياتهم موجودة بالتيك توك. ما بعرف لو في كمان درامات يعني خلف الكواليس، بس لو في كمان درامات خلف الكواليس هم مصيبة كبيرة. لا هيك عن جد، لا هيك مصيبة جدا كبيرة، لأنه لحالها الدرامات يلي موجودة بالتيك توك بتكفي وزيادة. بالبداية بتذكر أول ما تعرفوا شفت لهم فيديو لوائل ونورس كانوا فاتحين بث مع بعض، وبعدين دخل عليها أبوها لنورس قاعد بسألها صليتي العشاء؟ صليتي العشاء؟ اي صليت العشاء. ايش بابا تحب تسلم على بابا؟ ركزوا لي على هاي، صليتي العشاء؟ صلت العشاء، حاطه مناكير بس صلت العشاء، بسيطه. في ناس بيمشوا على القوانين اللي بتعجبها، مثلا في ناس خلاص بتحط المناكير وبتصلي، انا ما دخلني حاطه مناكير، خلاص مكسر اشيل المناكير، شو بدي بهالقصه، خليني اصلي بالمناكير. صليت العشاء ما عليك بابا، تعال تعرف على الشاب اللي بحكيه باللايف. المهم بعدها حبوا بعض وائل ونورس وكله تمام، وراح يتلاقى معاها. بوسوا بعض هيك اول لقاء، شافوا بعض بوسوا بعض عادي بسيطه، شو مالكم باوروبا؟ باوروبا عادي هاي الاشياء، هناك مو حرام، عندنا بس هاي الاشياء حرام، عندهم مش حرام. صليتي العشاء؟ بتذكر بهاي الفترة لما شفت هذا الفيديو كتير ناس علقوا هذا الموضوع انه بوسوا بعض، بس انا فكرت انه كتبوا الكتاب فعشان هيك قاعدين ببوسوا بعض وعادي، بس اكتشفت انهم ما كتبوا الكتاب، وبعدها بفترة بسيطة انفصلوا عن بعض. ميكس وضحى طلقوا، وائل ونورس تركوا. وائل ونورس الحياة عن جد عم تخرب، شايفين؟ هاي علامات من يوم القيامة، يعني هاي علامات يوم القيامة، هاي الأشياء كلها عم بتصير بنفس الوقت. ميكس وضحى وائل ونورس، لا علامات يوم القيامة، هاي اشي جدا كبير. بس الحمد لله بعد ما انفصلوا عن بعض اتصالحوا مع بعض، وائل راح يخطب نورس. انا كنت بالبداية مفكر انه هم خاطبين وكاتبين الكتاب، عشان هيك بيبوسوا بعض ومنزل هذا الشيء على اليوتيوب، لانه ابوها يعني لو شاف هذا الشيء اكيد حيتضايق يزعل. ابوها اجا يسألها صليتي العشاء؟ فلو شاف بنته بتبوش شاب تاني اكيد حيتضايق كتير، بده بنته تصلي، بيجي بيسألها على الصلاة، يعني متدين الاب. ما بعرف الصراحة كيف هيك بوسوا بعض وبعدين بعدها بفترة انفصلوا وبعدين خطبها، يعني قبل الخطبة قبل اي اشي كانوا اصلا بيبوسوا بعض وعادي، يعني الامور طيبة باوروبا، اوروبا عادي مش حرام هاي الاشياء، بسيطة. المهم انه خطبوا بعدين وائل ونورس، والخطبة كانت على بث مباشر. مش قادر. كل العلاقة على البث مباشر، فاهمين كيف؟ كل اشي عم بيصير، المشاكل، الخطبة، الانفصالات، كل اشي بيصير وين؟ بالبث المباشر، بثوث التيك توك. نتيمن بقراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مبارك ان شاء الله جميعا، ربنا يوفق بناتكم ان شاء الله تعالى. يا الله يا اخي، الفلاتر الفلاتر، ليش فتحتوا بث تيك توك بهيك لحظه؟ هاي اللحظه خاصه فيكم يا اخي، ليش تفتحوا بث تخلوا كل العالم يشاركوكم في هاي اللحظه الجميله جدا يلي المفروض تضل بينكم، والداعمين قاعدين ببعتوا فلتر هذا الفيل، ويا حرام اجى على نورس، ليش ما اجى على وائل؟ لو اجى على وائل والله حتكون اهون، بس اجى على نورس الفلتر، بسيطه مش مشكله. المهم خطبوا بعض، مبسوطين مع بعض الحمد لله، كل شيء تمام. لا. لا وائل كان فاتح بث، البث يعني عبارة عن حياة عنده، دائما فاتح بث 24 ساعة فاتح بث، ففاتح كان بث مع نورس وكمان في معاه بنتين، وبهذا البث وائل جاب العيد. شي شهرين كنت مع رفيقة إلك، هي تسكن بنورنبرغ، إذا بتعرفيها. كنت مع مين؟ كنت مع رفيقة لإلك. وائل مع رفيقة لإلي؟ إيه كانت تطلع معك بأيام اليوتيوب. نورس حاولت توقف وائل. وائل وائل انا موجوده. هي وائل شو بتحكي؟ شو من شهرين كنت مع رفيقه لإلها ومن هالكلام؟ انا موجوده وائل، احترمني، ابوس ايدك، انا خطيبتك. حتى بيسان انصدمت من الموضوع. انت مع مين؟ هل انت قاعد بتحكي جد؟ ركز وائل، شوفي شو الوضع، خاطب خطيبتك موجوده وقاعد بتحكي من شهرين طالع مع وحده صاحبيت بيسان؟ ما بعرف شو صار بيناتكم انتوا. مين؟ هي تسكن بنيورنبرغ وكمان هي نعومة البنت. فاروق شكرا. مين؟
عادي احكي اسماء؟ ما بعرف مين لحتى اقول لك عادي تحكي اسمها او لا. رنيم عادي احكي اسمها؟ ما بعرف يعني الصراحه عن مين بتحكي، فانه ما بعرف لو بقول لك اوكي احكي اسمها ولا لا. اسمها رنيم. طب حكت لك هلا ما تحكي فضح البنت لسه بتحكي لك. انا ما بعرف يعني لو تحكي اسمها او لا، يعني خلص اختصر الموضوع وائل. لا تحكي، ليش عم تحكي بهالقصة؟ شو بدك؟ شو الهدف؟ جبت العيد يا وائل، ليه عم تعمل خطيبتك تحت يا حرام؟ نورس من صدمة، تعابير وجهها ما عارفة شو بدها تعمل، مصدومة من الموضوع. هل هاد خطيبي عن جد؟ شو عم يعمل خطيبي؟ ليش بتحكي بهالمواضيع؟ ليه حكيت عن هذا الموضوع؟ شو استفدت؟ انت شو عم تسوي حبيبي؟ شو عم تسوي؟ شو هي كنت من يومين او من شهرين ولا شو مع صديقتها؟ من زمان، من ايام قبل ميونخ، لما كنت في ميونخ. وائل انت من اسبوع كنت، انت شو عم تسوي؟ لا والله العظيم من زمان، قسم بربي والله من زمان. شي شهرين كنت مع رفيقة. هو حكى من شهرين، ما بعرف انا لو كانوا هم مع بعض ولا لا، بس انه الموضوع كله ما له داعي. حتى لو انت شفت صاحبيتها، حتى لو من زمان، ما ضروري تحكي هاي القصة قدام البث، قدام كل الناس. القصة هاي كنت بتقدر ما تحكيها وخلص ينتهي هذا الموضوع وما يصير كل هذا الدراما. المهم بعدها وائل دخل بث مع بنت تانية، ومع هاي البنت صاروا يغنوا مع بعض بالبث. عذبنا لبعاد لك نار القلب زاد، لو تلحق علينا لون صباح رماد، مشتاق لنفاسك والطيبة إحساسك، عاونا نسيانك شو نسوي ما فات، ما تنكر العشرة قلب خمص. يا الله مش قادر أتحمل. لا مين بيحضر بثوث وائل؟ مين بيحضر بثوث التيك توك؟ انا يا اخي والله ما عندي اي شيء ضد وائل، ما بعرفه شخصيا، ما عندي اي شيء ضده، بس شو هاي البثوث؟ شو قاعدين بيعملوا؟ ليش الناس بتحضروا؟ المشكله كتير ارقام كبيره بيجيبوا، ما بعرف عشو الناس بتقعد وبتحضر هذا البث وهيك كله ناس كتير. الناس بتستنى الدراما، بحس عشان هيك الناس بتحب هاي البثوث، لانه بتعرف عند وائل مليان دراما. وائل بيخلق الدراما، دائما في مشاكل، دائما في دراما، دائما في مخانقات، فبيحبوا الناس هاي الأشياء، فبيكونوا موجودين باللايف عشان ياخدوا هاي اللقطات. هذا الصراحة توقعي، أنا ما بعرف لو عشان هيك بيحضروا ولا عشان سبب تاني، بس أكيد مش عشان الغنى، يعني هاي الشغلة أكيد متأكدين منها، تأكدنا منها نحن في هذا الفيديو. نورس أكيد معاها حق تتضايق، لأنه وائل داخل مع بنت وقاعد بغني وبغني أشياء يعني عن البعاد وما بعرف الفراق وهالأشياء، يعني أشياء حب، وعم تغنيها مع بنت تانية. فالبنت من حقها تتضايق، لأنها خطيبتك أكيد بتغار عليك، أكيد بتحبك. أصلاً لو ما غارت عليك، لو ما تضايقت، هون أنت بدك تتساءل هل هاي جد بتحبني ولا لا. فنورس دخلت مع هديك البنت اللي كان قاعد بغني معها وائل وواجهتها. نارو يا روحي، شو يعني ما رح تتخطى؟ أبو شو كنا عم نحكي؟ ما شو يعني ما رح تتخطى؟ نارو يا روحي تعرفيني بحبك أنا حبيبتي، حتى أنا أحبك، بس لا تسوي للمرأة الغيورة، ما حاكي شي أنا. أنا حاكية يا روحي، أنا تعليق قريته بس لا أكثر ولا أقل. كنا بنقرأ تعليق، أنا هلأ عم يكتبوا لي نارو حية، أنا ما بقدر أقرأ لأنه بعرفك رح تزعلي. فيا روحي يا روحي أقريها يا روحاني، ما أزعل لأني أعرف نفسي مو حية. دخلوا مع بعض وصار شوي يعني اشتباكات بينهم. نارو ما بعرف ليش هيك عملت، اللي هي البنت اللي غنت مع وائل، ليش هيك عملت؟ ما بعرف ليش. كانت سيارة البنت واضح انه غيرانة، سايريها للبنت، احكيها باسلوب حلو. يا اخي ما كان قصدي، يعني انا وياه كنا بس بنغني، ما كان قصدي شيء. مش تحكي لها ما قادرة تتخطي ومن هذا الكلام. انا بحط الصراحة هون الغلط على وائل وهاي نارو وكمان على نورس، الغلط على الكل، لأنه أصلاً فاتحين بث وقاعدين بيعملوا كل هاي الأشياء. هاي الأشياء خلص المفروض تكون حياة خاصة، ما ضروري تطلعوا تعملوا هاي الأشياء بالبثوث. ما ضروري وائل يطلع مع بنات تانية، ونفس الشيء نورس ما تطلع مع شباب تانية، عشان ما يصير هاي الدراما وهاي الغيرة. المهم بعد ما صارت الاشتباكات بينهم، دخل وائل على البث، دخل وائل إنه يحل الأمور. ما عليك، وخلص إجا باتمان، إجا سوبرمان، بده يحل الوضع. شوفي شوفي أقول لك وائل، إحنا كنا نغني سوتها مشكلة كبيرة. نورس شو السالفة؟ شو بك نورس؟ ها نورس بتغاري على زوجك اللي بدك تتزوجيه، خطيبك بتغاري عليه؟ شو بك نورس؟
لا يا أخي هيك أنت زودتيها. لا هون وبس في حد يعني بدك تحطي حد. شو بتغاري؟ ما كنا إلا نغني يعني على الفراق والحب والعشق أنا وهاي البنت. ليش تغاري؟ ما فيها شيء يعني عادي بس بحب بنتاني. الشرح حل الأربعة. شو مالك نورس؟ لا حطي حد لهاي المواضيع. شو مالك؟ يعني ماكو موضوع يستاهل مشكلة. يلا نارو بشوفك بعد. اسمع انا ورساني مالي خلق الدراما. خليني انزل. احتراماتي. نارو ثاني بعد ما اسالوا. باي روحي يا نارو. بعد ما عملت كل هاي الاشياء نارو قاعدة بتحكي يا اخي انا مالي خلق للدراما يعني. لا انا اسمعوا انا خلاص راح انزل لانه انا ما بحب الدراما. طب لو انت ما بتحبي الدراما كنت من البداية احكي للبنت والله انا ما كان قصدي شيء كنا بس بنغني. لا تزعلي مني انا ورس حبيبتي اكيد يعني هذا خطيبك بعرفك بتغاري. سايري البنت لانه واضح انها غيرانة صح ولا لا؟ نارو فجأة صارت ما بتحب الدراما. اسمعوا بعد ما عملت كل الدراما والمشكلة هاي خلاص أنا ما بحب الدراما وأنا خلاص رح أنزل من البث أحسن لأنه أنا ما بحب هاي القصص ولا الدراما. يلا بدكوا شي؟ خلينا نشوف هلأ وائل شو بده يحكي لنا ورس. ضلوا مع بعض لحالهم. طبعا كل هاد ببث مباشر. كل إشي بيصير ببث مباشر. المخانقات، المصالحات، الزواج، الخطبة، كله ببث مباشر. خايف يصير إشي تاني أنا بيوم العرس كمان بث مباشر. انتوا فاهمين علي. يا رب ما يصير كمان هاي الاشياء بالبث المباشر. الله يستر. ليلى ما رح سكر اللايف. يلا سكروا يا جماعه. معكم على خير. سكري اللايف. يلا وائل يلا. سكري اللايف. سكري اللايف. سكري اللايف. غيران؟ لا. هون بس وقفي عن حدك بس. غيرانة؟ ليش بالآخر حكالها تسكر اللايف؟ والله ما بعرف بس بالآخر سحبت علينا ورص طلعت من عنده هيك سوت له ميوت وخلص. يلا مع السلامة. شفت كمان أنا فيديو تاني لنارو ونورس ووائل مع بعض ونارو تقريبا قاعدة بتجاكر بنورس قاعدة بتحكي لها كلام هيك من تحت لتحت مجاكرات. يا نورس ودي أشوفك بدون عدسات. ودك راح نستاني كثير. ليش تعرفي هاي مو زين العدسات على عيون تظلي فيهم طول الوقت مو زين على نظرك يا روحي. يعني مثلا حكت على العدسات نفسي اشوفك بدون عدسات ما الها داعي هاي. يعني هاي التعليق كله ما له داعي خلص. خلي البنت راحتها بدها تضل حاطه عدسات تحط عدسات بدها تحط فيلر زيك ما انت مسويه كمان خليها تحط فيلر. كل واحد وحياته اتوقع كل واحد وخياراته بهاي الحياه فخليها براحتها. بدها تحط عدسات تحط بدها تحط اكستنشن زيك كمان عادي تحط. فهي واضح انه مجاكرة بالموضوع واضح انه نارو في بينها وبين نورس اشي عم بتحاول تنغزها بطريقة اما عم بتحاول تنرفزها لهاي البنت. المهم اليوم بعد ما صارت كل هاي القصص مرة تانية انفصلوا وائل ونورس. لا جد انتو جد بتشوفوا انفصلتوا؟ ولا لعنين منفصلنا يا ميك. عادي ترى نحن مو متزوجين. نحن نزعل لما بنسمع انت وضحى انفصلتوا لانكم متزوجين بس نحن يعني خطبنا وبس. عادي لا شو مالك ميكس؟ اقسم بالله انفصلنا. ميكس من صدم بتحكي جد انت انفصلتوا عن جد؟ شو مالك كيف هيك عم تحكي عن الموضوع ولا كانه في شيء؟ عادي ميكس شو مالك؟ عادي احنا مو متزوجين بس خاطبين بعض. انا ما شفتش الاشي اللي صار بينكم وهالقوي انكم تنفصلوا عليه. تكبيس يا جماعة تكبيس. أنا ورس شو بدك تكبيس؟ ليلي وانا نحفين شوية كول. والله نصحت أوقف يعني؟ ميكس قاعد بحكي لها على إنه أنا ما شفت اللي صار بينكم إشي كبير عشان تنفصلوا هي شو بتحكي؟ تكبيس يا جماعة تكبيس يا أخي لايفات التيك توك أقسم بالله دارك ويب. كل إشي بيصير باللايف إن كان زواج طلاق انفصال مشاكل دراما كله بلايفات التيك توك قاعد بيصير. المهم هذا هو آخر أبديت هذا هو آخر إشي صار إنه انفصلوا مع بعض وعادي. شو مالكو عادي انفصلنا؟ شو هالقصة الكبيرة؟ انفصلنا مع بعض عشان بس غنى مع بنت تانية وعشان كمان فضح حاله إنه كان طالع مع صاحبيت بيسان شي شهرين كنت مع رفيقة. هاي المشاكل بتصير كتير لأنه اللايف عندهم هدول مفتوح دائما مفتوح بيشاركوك كل إشي في حياتهم. هذا الإشي جدا سيء هذا الإشي مش منيح بيسبب مشاكل بين الأصحاب بيسبب مشاكل بين الأهل. هاي الأشياء مش منيحة تطلع كلها على السوشيال ميديا. خلوا في خصوصية بالموضوع. مثلا قراءة الفاتحة ما كان إلها داعي إنه مثلا تفتحوا بث وتورجوا كل العالم وتخلوا العالم يحطوا لكم فلاتر فيل وأنتوا قاعدين تقرأوا الفاتحة. اللحظة هاي المفروض تصوروها بينكم بين بعض وتخلوا الفيديو عندكم. يعني حتى موصلة معاهم لمرحلة انه بس يكونوا فاتحين بث وتصير مشكلة بيشوفوا الناس شو قاعدين بيحكوا. مثلا لو الناس اللي عندها كتير عم يحكوا انه انت ما غلطتي خلص بتحكي انه انا ما غلطت. شوف الناس اللي عندي حكوا اني ما غلطت.
انت الغلطان وكل الناس عندي 30,900 شخص في اللايف بيعرفوا كلهم انك انت الغلطان. فوائل حاول انك انا غلط كفو تربيتي. شايفين اللي انا قاعد بحكي عنه؟ انه شوفوا كيف نورس بتحكي كيف انه الرقم تاعها بالمشاهدات وفي عندي 30,000 بالبث وكلهم قاعدين بيحكوا انه انت الغلطان. هو صح كلامك يا نورس، هو الغلطان، بس انا بشوف انه كلكم انتم غلطانين، بس وائل اكبر غلط، لانه وائل حكى عن هاي الاشياء جاب العيد كتير، بس كلكم انتم غلطانين، انت كمان غلطانه لانه طالعه باللايفات وقاعده بتخلي مجال لهاي المشاكل تصير. المفروض هاي الاشياء تضل خاصه بينكم، ما تطلع باللايفات، ما تطلع قدام كل الناس، حتى بين الأصحاب ما تطلع. يا أخي هاي مشاكل بين بعض، بينك وبينه، لا اللايف المفروض يشوفها ولا الأصحاب اللي قراب عليك حتى المفروض يعرفوا عنها. فكلكم أنتوا غلطانين بهذا الموضوع. حاولوا شوي تبعدوا عن السوشيال ميديا، لا تربطوا حالكم كتير بالسوشيال ميديا وباللايفات ورأي الناس. يعني لايفات التيك توك حرفيا الناس كتير قاعدة بتاخد راحتها فيها لدرجة أنه خلص صار كل إشي يصير باللايف، كل إشي. وهذا الشيء أنا ضده تماما، لأنه زي ما أنتوا بتشوفوا بسبب كتير مشاكل. وبس أنا الصراحة شفت كتير في اكسبلور اليوم عن هاي القصة، وائل ونورس تركوا بعض، وانا بتذكر انه تركوا بعض قبل فترة، لسه ما صار لهم راجعين مع بعض وخاطبين، رجعوا مرة تانية هلأ تركوا بعض، وحبيت احكي عن هذا الموضوع. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير، فمان الله.